فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فقال تعالى في صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وقال بإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم بالعكس، أولئك يأمرون بالمنكر وهو كل فعل قبيح وعمل شنيع، وينهون عن المعروف وهو كل خير وكل طاعة، ينهون عن ذلك وينهون عن التمسك بالدين، وهذه صفة لا تزال باقية في الخلق، فالذين يظهرون الإسلام تظهر عليهم هذه الصفات، لأنهم يمقتون أهل الخير ويمقتون فعل الخير ويصفونه بالرجعية والتأخر وإلى غير ذلك مما هو معلوم الآن، هذا ظاهر. نعم. والنفاق لم ينقضي، هذه صفات باقية وهذه أمور باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. المعروف ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، هو كل ما أمر الله به من الخير والبر والإحسان. نعم. والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة.